خلفي تماما مشفى بهار الذي علق عمله منذ شهر تقريبا نتيجة انقطاع الدعم عنه. القسم الوحيد الذي يعمل في هذا المستشفى وهو الأدار هو قسم غسيل الكلى، حيث يستقبل هذا القسم أكثر من 60 حالة مرضية شهريا، لكن أيضا هذا القسم ربما يعمل لأيام قليلة فقط ومن ثم سيتوقف بسبب انقطاع الدعم الكلي عن هذا المستشفى، وهذا القسم الآن يعمل بطاقته الاحتياطية. فلنتابع. البديل ما في، يعني لا يفرق بالبيت لا ماء، الله ياخذ أمانته. المواد المطلوبة غير متوفرة بالسوق، وإن توفرت فقيمة الجلسة تكلف المريض 20 دولار بالشرط. عندي 8 جلسات، 8 جلسات ما والله ما عندنا إمكانية، يعني ما يجوا أسبوع يموتوا، إيش بدنا نسوي إذا ما عاد؟ إيه والله أبني، إيه والله نزعل نبكي ما بصير. 15-12 وقف دعم المشفى، القسم مرتبط بالمشفى فما عاد في دعم للقسم. يعني كم مرة بتجي؟ أسبوع 3 مرات لهون. إيه. والمواد قليلة، يعني واحد يغسل برا ما بيحسن، شغل ما في، ومصروف كمان تعبان. قديش بتكلف علاجك لو موضوع غسيل كلى برا لو ردت تتعالج؟ يعني يعني تكلف كل جلسة، كل جلسة تكلف أقل شيء 300 ليرة كل جلسة. نعم. بالاسبوع كم جلسه بتعمل؟ اسبوع 3 جلسات بعمل. المواد ناقصنا الانابيب والخراطيم هاي. قديش بتضل هون بالكل جلسه بتاخذ وقت؟ 3 ساعات ونص. بنتمنى انه قبل ما ينتهي العقد انه يتامن يعني داعم ثاني او جهه ثانيه تتوكل بتقديم الخدمات لهالمرضى. 3 جلسات بالأسبوع ضرب 4 240 دولار فقط قيمة مواد، ما عدا مصاريف السيارة تجيب المريض وترجعه لبيته. يعني وين نحن بهالزمن هذا الموجود؟ عشر المبلغ هذا صار له شيء 6 شهور. إيه 6 شهور بغسل. نعم. قبل طيب؟ قبل ما كان يغسل، لما توقفت الكلاوي عند المنو اضطر المشفى للغسيل. مو بس منعاني، حتى خوف من انه يتوقف الدعم عن القسم. وبنتمنى تشغيل المشفى كله، الدعم للمشفى كامل، والله كان يقدم خدمات جل للناس. البديل نحن بنروح نطرق باب المسؤولين لكن دون جدوى. وحتى المشافي، قسم الكلي هذا في له قدرة استيعاب، مو ممكن يستوعب أكثر من قدرة الطاقة القصوى. والمشفى العسكري مسدد وغيره مسدد، وين بدي يروح المريض؟ يعني حسبي الله ونعم الوكيل. تشتغل حضرتك؟ بلا عمل، 67 سنة شو أعمل؟ أنا عندي بالأسبوع جلستين، عم نجي نغسل هون، ولا بنسمع إنه في نقص بالمواد بالخراطيم بكل شيء يعني. وهذا شيء يعني الكل العالم فقراء، لا حول ولا قوة. يعني كان في تحاليل وكثر الله خير يعني، وهلا توقف الدعم. يعني نحن نتوجه للمسؤولين وانه ينادوا باسمنا، يعني باسم المرضى هذول، انه جماعة اللي بيعطوا الدعم لهالمركز هذا، ومنتشكرهم كتير والله يوفقهم، والله يوفق الجميع يا رب. تحاليل الله وكيلك، يعني تحاليل هذيك اليوم بدي اروح اعمل تحاليل 300-400-500 ورقة، يعني كل تحاليل يعني. تحاليل غير لسه عن تكاليف الجلسات العلاج، ما هي؟ غير تكاليف هذول، التكاليف هذول يعني تقريبا بيكلف شي 20 دولار هذا ما فينا اطلاقا. كل جلسة يعني. وحدة؟ كل جلسة وحدة يعني. تحليل دوري تقريبا كل شهر مرة، ايوه كل شهر مرة تحاليل. وبعض مرات إذا احتاج الأمر مثلا بيجوز الدكتور يطلب لك تحاليل تاني، مثلا يشوف نسبة الدم، نسبة الكرياتين طالعة نازلة مثلا. شيء مكلف، شي مكلف جدا والله. يعني نفس اللي عم بحكي انا، بعدين عم بسأله سؤال بالعربي هون، انا رح جاوب. ولا المرضانين بس
خلي ايه بزعل ولا خلي يجي مواد ويفتح مشفى مشان هلا لسه ما سوينا تحليل. لسه ما سويت تحليل ولا ما سوينا ابني. وين تسوي تحليل بالمشفى ام برا؟ ولا كان هون نسوي بس هلا غير هون. ليش؟ ايه هون احسن. هذا ما في مصاري ايش بدنا نسوي ابني؟ افتحوا المشفى خلي يجي مواد على المرضين يطيبوا مشان ما حدا يموت. عندنا القسم بيستقبل 61 مريض، عدد جلسات الإسعافية كل مريض من جلستين لثلاثة، يعني معدل 600 جلسة بالشهر. بعد انقطاع الدعم عن المشفى عم نعاني كتير بنقص المواد بالقسم. هلا المواد اللي عندنا بتكفي يومين ثلاثة مو أكتر. بعد ما تخلص المواد في مشكلة للمرضى، يعني لازمنا نبعتهم على مراكز تانية، مراكز ما عندهم قدرة إنه يستقبلون. عدا عن هيك إنه الطريق تكاليف الطريق صعبة، إذا بده يتنقلوا للمراكز الثانية بدهم يروح على المشافى الخاصة أو مراكز خاصة، ما في ما موجود أقسام لغسيل الكلي، فالمرضى مهددين بالموت. تقريبا 600 جلسة بالشهر، من 600 إلى 650 جلسة. عدد المرضى 61 مريض، مرت أشهر يكون عندنا 80 ل 87 مريض بالشهر، بس حاليا العدد الثابت 61. هلا ممكن يوقف المركز والمرضى بدهم مهددين بالموت لانه ما في مجال يروح على اي مركز ثاني وما في مراكز تستوعب هذا العدد الكبير من المرضى. قلت لي كم جلسه بيأمن كم جلسه بيكون في شهريا؟